كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. ذاتي اللي كتشوفوا هذا عبد الرحمن عنده 18 سنه قرات السنين هو كنحملو على الظهر ديالو كندير المدرسه حتى الطريق ما عندناش والله ما عندنا حتى نجوزو لا كروسه لا والو الكروسه عندنا غير داك وكنحطم عليها غير فاش كيعياو لك ديك الصحن هذاك عنده مثل واحد التلفازه كيتفرج فيها كنخرج من هنا قرا حتى السادس وخرج دابا ترى عنده الباك عنده 18 سنه وكيقرا محمق على القرايه ودابا جالس في الدار كيتعصب كيغوص ويقرا قال لك انا باغي نقرا لكم اللهم المحسين انا مزوقه فيهم اللي عنده شي حاجه باش يعاونا على القرايه ديال راه باغي يقرا خصهم يقرا هذا الولاد راه محمقين على القرايه وزايد عنده 10 سنين دابا قرا الثالث هذا العام هذايا وكان يقرا السادس السوايق يجلس بحالو بحال خوتو كما قال صاحبي جلس هذا سعد مازال كيتمشى شي شويه عنده 7 سنين ولكن كان ديال المدرسه حتى شي دار في يده هزه الشكاره بحدو ما كنقدرش نخليه بحديده يمشي عندي حتى لباب المدرسه كيدخل من الحارس ولا كندخل من راسي انايا انا ما كنصيفش الحارس ولا الاساتذه تما كندخل من راسي لتمايا للمدرسه كيخلقوا عادي كيمشيو مثلا كيديروا عام كيبقاو كينقصوا هذه هي هذه العصبه هذه هي البضيعه هذه كتولي كتقوق لهم فاش كيمشيو كتبقى هي تقوق بحال اللي كتجبدهم داك الجفت ديالهم كيتجبد عام انت وحال الصباح كتصبحوا ما كيمشيوش مره كيبقاو يمشي هكا على الصبعان ديالهم ديال رجلهم واحد شويه دير 6 سنين 7 سنين عبد الرحمن شي شويه ثالث عطح زيد الرود راني قريته على الظهر ديالي محمد والله الا على الظهر ديالي محمد كنت كنديو ونجيو او مازال لحد الان دابا عنده الثالث يقرا حتى السادس يوقف حتى هو ما عنده ما هذا يا سعد عنده التحضيري دابا يطلع الثاني كندي انايا نشد له حتى في الدول لكن ضروري نعبيه ما كاينش اللي وانا بحديتي كنقابل ما ندوش لا ما نوكل ما نعس في الليل ما كينعسوش كينعس ما ينعس شي 4 ساعات نعسنا في الوسط ما بين زيد وعبد الرحمن نقلب هذا تيكون كيقول لك هذا جي قلبني ما تجي قلبك اصبح حامقه صباح ثاني خصو صباح طيل ما ياكلو قبل نفيقه من حمله متاع ظهري ونطلع من رافينا يفطروا عاوتاني كنهبط منها فينا تحت الدار على حال الغرصه كاينه امكانيه العلاج قال لي ولكن ولد عمو يقسم هذه الماده هذه انا ما قدرتش نقول ديك الهضره هذه حيت كنقرا له والله الا كنقرا لي غير الوالده ديالي والله ما نطيها تاريه بعدا اللي كنقرا هي ما بغاش تخرج هي قال لك انا خوتي ضايعين انا ما نضيعش وا نقرا واخا نمشي ساعه نقرا البنيته هذه عندها 7 دعاء حتى هي عندها 7 حتى هي كتقرا الله اعلم انا اضرق كل الله يحسن عونك الله يشافيهم الله يدير لهم الله يصنع لهم الله يصبرك الله لا في سبيل الله ولا ينضل غير واحد يمشي على رجلاته ولا كاين شي امكانيه لان انها الشواهد ديالي ما كلشي ديالك انا مع الغالب الله ولا كاين شي محسن اللي قريهم ولا اللي يشوف فيهم راه ما عندوش قدو في الدنيا انا مزوقه في الله وفي المحسنين يشوف لي في وليداتي وراني القلب ديالي كيتقطع عليهم والجهد ما عنديش عليهم الجهد ديالي انا اللي كنقريهم حتى السادس هنا في المدرسه العمومي كيعاونوا الاساتذه كيدخلوهم كيخرجوهم الله يجازيهم بخير ويرحم الوالدين والحارس حتى هو عاد لقى واحد العام هذا راه حتى هو كيعاونني مسكين كيخرج ملي حتى لبرا ويدخلهم لي بعض المرات كنجبر الوقت باقي كنحطو تما على واحد البليصه كيبقى يقول لي سير بحالك انا نقابلو لك ديك الحارس حتى هو الله يعمر سلعه ولكن انا مرات ما بقيتش كنقدر نهز الظهر ديالي تكون سالي تقال بزاف ما تجي تهزو تيقول لك حملني حمل هذا حط هذا والله الا تكون سيد الظهر ديالي بالله عندي الكلاوي يعني انا درت العمليه ما نقدرش نهز ما عنديش تاوع نفسي ما انا هو اللي كيعاوني فيه نتصرو الله يخليه لنا الله يعطيه ما يتمنى يعاوني على هاد الدريورين هذا ميقرا ولا كان شي معالجه الله ينصر سيدنا ينصر المحسنين ينصر الوطن ديالنا ويخليه لنا حذانا يعاوني على هاد الدريه على هاد الدراري راه المساكين كيقطعوا في القلب يشوفوا غير الحاله ديالهم يشوفوا الحاله ديالي انا كيفاش اللي قبلتهم
انا قد ما يبس هما قد ما يبس انا القلب ديالي من الداخل يبس قبلته من ولادي خصني يقراو لي باقي ولادي يقراو راني الغالب الله جبت عليا راني ما صبتش لك شي محسن الله يرحم لكم الوالدين اللي شفني واللي يسمعني عاوني على هاد الدراري في القرايه ديالهم ولك شي معالج انا مزاوقه بالله وفي المحسنين وفي سيدنا يشوف الحالة هذا الفريق مساك راه محمق انا على القرايه ذاك المدرسه محلوله فمشي في السول الاساسي راه ما يجيو من الاول هما الثاني والله ما كاين اللي كيقرا بحالهم اللي مالم رجلهم كيكونوا كيتمشوا غير ما كيتقدر عليه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.